يعني كيف هي الأوضاع الآن في مدينة سومي؟ واخا واخا تفضل. دابا الأوضاع في مدينة سومي، سومي هي مدينة محاصرة حاليا، يعني ما نقدرش نخرجوا منها. وكاين اللي حاول يخرج اليوم، سمعنا كاين بعض الأخبار إنه بعض أطلق النار على بعض الناس اللي حاولوا يخرجوا من المدينة. المدينة موقعها إذا بغينا نخرج منها غادي نخرج يا أما الشمال عن طريق كييف، ويا أما عن الجنوب عن طريق خاركوف، وهذين الطريقين جوجهم كاينين القوات الروسية فيها، فما نقدرش نخرج منها. القطارات ما خدامهاش. الخدمات الأساسية كاين الحمد لله، كاين الماء الكهرباء، كاين الغاز، هو كاين المواد الأساسية قليلة، لكن يعني نلاقوها، يعني واحد يقول للثاني فين كاينة المادة اللي باغيها هو ونمشي نشروها الحمد لله. المشكل كان شوية بالفلوس، حيت دابا ماشي كل شيء اللي ياخذ الكارت ديال البنكة، كان بزاف اللي يقول لك خاصك تدفع نقدي، وهذه مشكل حيت ما دابا قليل ما كانش يعني الفلوس، لكن الحمد لله يعني كنساعد واحد الثاني. الحرب يعني وصف لي يعني كيف هي الحالة العسكرية عندكم؟ مشكل مثلا اسمع دوي اطلاق النار، انفجارات؟ كنسمع كان انفجارات، لكن ماشي في وسط مدينة سومي، كان على مداخل مدينة سومي، يعني القوات الروسية كتحاول تقتحمها وتحدث اشتباكات بينها وبين القوات الأوكرانية. صفارات الانذار يوميا بشكل يومي يعني تطلق، بعد الساعة السادسة عندنا حظر تجوال لحد الصباح. البارح قالوا لينا نطفي قاع الأضوية، ربقينا بالظلمة يعني ما مقدرناش ندير حتى حاجة. والمدينة كتقول إنه في الليل يعني بعد الساعة 6 خصنا نختبئ في الملاجئ. نعم، شحال ديال المغاربة أصدقائك اللي كاين تماك يعني في الملاجئ؟ صراحة صعيب نقول لك يعني، لكن من 30 إلى 60 نقول تقريبا، حيث كاينين اللي يعني كاينين في السكن الداخلي والكاينين اللي هما في الأبارتمون ساكنين. كنحاول دابا انه يعني نجمعهم، كاين الجروبات في الواتساب وغيرها، انه نحاول نجمع حتى تكون عندنا قائمة موحدة في حال كان اي جهد لاخراجهم من المدينة. شنو هي الصعوبات اللي كتلاقوا من اجل يعني الخروج؟ ترانسبورت اولا، ما كاينش دابا الباصات، فهذه مشكلة يعني، حتى انا نمشي للسكن الداخلي مثلا نشوف الطلاب يحتاج لي شي ساعة نمشي والساعة نرجع، وما تقدرش يعني، ممكن الظروف تتغير في الطريق، ممكن يكون قصف اشتباكات، يعني ما غاديش نقدر انه نضمن السلامة في الطريق. هذه اول مشكل. المشكل الثاني قلت لك هي الفلوس، يعني ما كاينش النقد، والكارت ديال البنك ما خدامش في كل الاماكن، فهذه المشكلة الثانية. التعامل ديال السلطات الاوكرانية معكم؟ صراحة ما كاينش بزاف دابا الوجود الامني داخل المدينة، يعني ما كاينش مشكل من هذا الامر، لكن الخروج قلت لك انه الاوكرانيين كيمنعوا عليهم الخروج بالنسبة للرجال، بالنسبة للاجانب هو كل يعني واقع الامر احنا ما نقدرش نخرج، يعني واقع احنا نسلك من القوات الاوكرانية، ما القوات الروسية ما غاديش تخلينا ندوزها. نعم. وبالنسبة يعني واش كان شي اتصال بالسفارات ديال المغرب تما من اجل تسهيل الخروج؟ السفارة على اتصال، يعني حتى والحقيقة انه على اتصال، لكن انه حتى يساعدونا يعني ما كانش بزاف انه يقدروا يديروا. مشي قاعد يعني مشي غير السفارة الأوكرانية، باقي السفارات تاعهم ما كاين اتصال، لكن ما كانش بزاف اللي يقدروا يديروا. ربما لأنه حتى سومي بالنسبة لروسيا مدينة استراتيجية، المدخل كييف ربما لا. داك الشيء، لكن هو يعني سومي نفسها كمدينة يعني خلينا نقول ما فيها والو.
لكن الطريق اللي الكييف هذا أخذوه، يعني هم مسيطرين عليه، فبالتالي كمدينة هي ما ممكن، يعني ما يعني ما ما مخليش قاعد جهد حتى يدخلوها، يعني سيدي محمد، غير يعني على المداخل. رسالتك العائلات الأسر ديال هاد الطلبة في أوكرانيا، شنو ممكن تقول لهم؟ احنا الحمد لله يعني حاليا سلام، كان ساعد واحد الثاني، الظروف صعبة صح، لكن الحمد لله كل واحد واقف جنب الثاني، والحمد لله لحد الآن كنا في سلام. يعني صح كاين الحرب، أوضاع الحرب هنا، لكن الحمد لله يعني نعم، ألو، هذه الأمور تنحل بسرعة ونرجع لحياتنا الطبيعية ولدراستنا.